اختتمت منافسات سباق رماح للهجن وهي ثالث السباقات في رزنامة الاتحاد السعودي في الموسم الرياضي الحالي، وتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن الفائزين الأوائل في هذا السباق في اليوم الختامي للمنافسات. بعد أسبوع من المنافسات القوية على لقب البطولة في الرياضة العريقة التي تحمل إرث وتاريخ السعودية، اختتمت فعاليات سباق رماح بتتويج الفائزين في آخر مرحلة من مراحله، حيث توج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد الدولي للهجن الفائزين الأوائل في السباق في اليوم الختامي للمنافسات. وانطلقت منافسات اليوم الختامي بشوطين، حيث سجل صايل الأفضلية في الفترة الصباحية لمالكه سليمان الجهني ضمن منافسات الشوط الثاني، فيما حققت متعبة المركز الأول في الشوط الأول لصاحبها سليمان الجهني. وفي الفترة المسائية سجلت جذابة لمالكها عناد البلوي أفضل توقيت في الشوط الأول، فيما حقق الأدلم المركز الأول في الشوط الأول لصاحبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. وجاء شاهين في المركز الأول للشوط الثاني لمالكه خالد المري، وحلت افتخار في الأفضلية للشوط الرابع لمالكها نايف المغيري. يأتي هذا السباق بعد سباقي حائل والنعيرية اللذين سبق الإعلان عن إقامتهما في 6 ميادين بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي وجه في أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية.